والله كنت في معرض الكتاب في مصر، وجئت المطار ومعي كراتين كتب، وصار مشكلة عشان الوزن وندور واسطة لحد ما يسر الله وحملوها. فجئت متأخر، معي البوردنج متأخر على الطيارة جدا، والأخ المصري اللي واقف عند هذا يا أخي تأخرت، احنا نهدينا مرتين، وأجي وأحط شنطتي اليدوية بسرعة وأطلع الجوارب عشان بمر على السير هذا، إلا كان في طيارة ثانية طالعة لإحدى دول الخليج برضو، احنا طالعين للسعودية وهو طالع لديرته. في واحد من الشباب قال الشيخ العريفي، قلت سم، وانا اقول في نفسي عسى ما يجي يسلم ولا يبي رقمي ثم يعطلني، يا شيخ تكفى الله يخليك دقيقه بس انا ادورك من زمانه. فقلت للاخ المصري، قال يا اخي ما فيش وقت، قلت يا اخي دقيقه بس اسمع اللي عنده، تفضل ممكن تاخذ رقمي؟ قال لا لا والله يا شيخ ما يصلح بالتلفون، لازم والله ما يصلح بالتلفون. قلت تفضل. قال يا شيخ انا قبل سنتين كنت ابغى اتزوج، وبعدين دورت عندنا في الديرة بنت مناسبة، وقعدت أدور، وخواتي في الجامعة ويدورون، بعدين ما لقوا لي، وكان جنبنا بنت جيراننا بعد بغير الخطأ. قلت يا أخي عجل الله يخليك، وش سؤالك بالضبط؟ وش سؤالك؟ قال لحظة يا شيخ لا تستعجل. قلت يا أخي الطيارة بتطير، وانحرجت أنا. قال لا بس شوي شيخ، المهم انها سنتين أدور أدور. بعدين قالت أمي ورا ما تأخذ سارة بنت خالتك اللي ساكنة في السعودية. قلت يوم ما سارة خاف ما تصلح لي؟ قالت إلا بتصلح لك. قلت يلا والله يا شيخ، ونركب السيارة ونروح واتزوجها يا شيخ من سنتين. المهم يا شيخ ما أحس أني ارتحت معها واجد، وبعدين حاولت أني نعودها على طريقتنا، حاولت يا شيخ ما مشت الأمور زين. المهم يقوم يفصل لي، والأخ اللي وراي يقول يا أخي بسرعة يا أخي بسرعة. قلت يا أخي عجل السؤال وشو؟ قال يا شيخ ما أدري، أحس أني ما تكيفت معها. قلت يا ولدي حاول، الطلاق مو بزين، حاول تتكيف، وبعدين ترى طبيعي يعني الواحد أول ما يتزوج يحتاج يتعود عليه. قال والله يا شيخ تعبت، بعدين أحس أنها ما هي متطورة. قلت يا أخي طيب طورها يا أخي، خلها تحتك بخواتك. قال والله احتكت بخواتي كثير. قلت طيب درسها عندكم في دراسة جامعة ولا؟ قال درستها يا شيخ ولا ما مشت في دراستها. قلت يا أخي طيب حاول أصبر عليه. قال والله صبرت، ومرة يا شيخ وديتها للسوق ولا تعرف تشتري، ومر ويجلس لي ربع ساعة، ومرة صلحت ومرة عدلت ومرة. والأخ اللي وراي يقول يا أخي حطير يا أخي عجل. يوم أنه قفل كل أبواب علي، قلت يا أخي ما دام كذا وأنك جربت جميع الطرق يا أخي طلقها. تدرون وش قال؟ طلقتها من 6 شهور. يوم قال لي طلقتها، يوم قال لي طلقتها من 6 شهور، والتفت على شنطتي، والله بغيت أشيل الشنطة وأصفقها في جبهته. قلت له طلقتها من 6 شهور؟ قال إيه. قلت طيب أجل ليش تسألني؟ أنت خدت مني ربع ساعة وشو له تسألني؟ قال والله شفت العريفي وقلت خلني أسأل.